اهلا بيكم في محاضره جديده واستكمالا للبروجكت اللي احنا بنعمله بالام في سي. كنا المحاضره اللي فاتت عملنا الفورم بتاعه الجدول اللي هيعرض. تعال نشوفها. ده البروجكت بتاعنا. تعالوا ادمن وهنروح على about و تقريبا كانت about info. ده الجدول بتاعنا وقلنا المحاضرة دي ان شاء الله. وطبعا ما عرضش لان ما فيش داتا عندي داخل قاعدة البيانات وما جابش السيف سوري التعديل والحفظ لان ما فيش داتا يعدلها او يحفظها. وقلنا المحاضرة دي ان شاء الله هنشتغل علشان نضيف الفورم اللي هيدخل منها اليوزر الداتا بتاعته. هقفل. وزي ما اتفقنا من المحاضرة اللي فاتت انت كمبرمج لازم تريح نفسك، يعني شغلك يبقى سريع لان الوقت عندك من ذهب، وقتك بفلوس. علشان كده هنروح احنا اوريدي عملنا فورم الايديت قبل كده، بس الاول عايزين نروح للكنترولر بتاعت الاباوت وهنضيف اتنين اكشن واللي هما هاخد دي كوبي لان الشغل مكرر يا جماعه. اول اكشن هي للايديت وهنشيل الجيت اول، وتاني اكشن خاصه بالسيف. صح، مش هو ده الشغل اللي احنا عملناه قبل كده؟ حلو جدا. وبعدين هروح داخل الفولدر بتاع الاريا وبعدين ادمن وبعدين الفيوز. هنا في الاباوت انا ضايف اباوت انفو لازم اضيف ايديت، فهضغط عليها رايت كليك واد فيو وريزر فيو واد، وهقول لها انت هيكون اسمك ايديت عشان نحط جواها الفورم اللي هندخل منها الداتا، وهقول له اد. تمام، هو اضافها ليا. بعدين هروح للايديت القديمه اللي هي موجوده في السلايدر، هفتحها كده اهو. بص يا جماعه كنترول ايه وكوبي، ما انا هاخد كل الداتا هعدل فيها وهروح للايديت الجديده هشيل ده وبيست. صح كده؟ تعالوا ناخدها من تحت لفوق. الفورم جروب ده الحفظ تمام، وبعدين عندي اللوكيشن والفورم جروب دي خاصة بحفظ الصورة. تعالوا نجيب الفورم هنا من الأول. دي الفورم هنا طبعا مالتي بارت، احنا عرفنا ليه من المحاضرة اللي فاتت، علشان إظهار الصورة وكمان ميثود بوست ورول فورم عشان البوست عشان الفورم تبقى بوست وتعمل ريدايركت على الفورم بتاعت الجدول. طيب اي اس بي كنترولر هنا رايح على سلايدر. طيب هو هيروح على فين؟ لا هو هيروح على الكنترولر اسمها اباوت. طيب وبعدين اي اس بي اكشن هيروح على ايه؟ على سيف. السيف موجود احنا عملناها بنفس الاسم ده. حلو، حلو جدا. تعال ناخدها جروب جروب. هنا بيقول لي هيدن ده الجروب ده مش وقته، او خليه مش لان احنا هنحتاجه في الايديت فخليه. طيب نيجي للثانيه. لا والله انا مش محتاجه دلوقتي عشان ما نتلخبطش، عشان انت كمان ما تتلخبطش، فهنشيل الهيدن هنعمله في الايديت. تعالوا بقى نجيبها واحده واحده. ادي قاعده البيانات بتاعتي وادي الداتابيز وادي اسم الداتابيز بيرسونال وادي الجداول الجدول اللي هتعامل معاه اللي هو اباوت مي. هقول له ديزاين علشان يظهر لي الحقول بتاعت اللي انا هشتغل فيها واعرف اربط بقى الحقول بعضها ببعض. طيب اول حاجه النيم، يبقى اول حاجه عندي اهو النيم. هشيل الايميل وهقول له نيم. طيب اي اس بي 4 هيجيب منين يا معلم؟ اه في حاجه لازم نعملها الاول.
فوق هنا الموديل بيتعامل مع مين؟ تي بي سلايدر. فانا هنا هتعامل مع تي بي اباوت مي عشان يقرا معايا الحقول بتاعه الاباوت مي. طيب ادي الايميل وهقول له كنترول مسطره علشان يظهر لي كل حاجه، واكتب حرف الان هيديني النيم. هنا من فضلك ادخل الاسم، وبعدين هنا التايب بتاعك هيكون تكست. كده خلصنا من اول واحد. طيب التاني، التاني عندي ديت اوف بيرس، ديت اوف بيرس، ديت اوف بيرس، طبعا بطء الدنيا اهو. طيب هنا هيجيب منين ديت اوف بيرس؟ طيب من فضلك ادخل هنا اهو تاريخ الميلاد. حلو، في حاجه لو ما عملتهاش هيديك ايرور. هنا بيقول لك التايب تكست، لا ما ينفعش. ليه؟ لان انا في قاعده البيانات التايب بتاعي ايه؟ ديت، فلازم اخليه بنفس التايب، غير كده هيديك ايرور ديت. حلو، حلو جدا. طيب الثالثه كده احنا خلصنا من دي. الثالثه، الثالثه هنا عباره عن ايه؟ ناسيوناليتي، ناسيوناليتي. حلو، يبقى هنا هيجيب منين؟ من حقل، او هربطه بحقل الناسيوناليتي. حلو، من فضلك ادخل الجنسيه. طن جنسيه هنا بس كده. طيب هاخد ده الدفايه دي الجروب ده على بعضه كوبي علشان اكمل باقي الحقول اهي كده اهو كوبي، وهنزل تحته وهقول له بيست. حلو، ناسيوناليتي، بعدها ورك ستيتس. work status، وهنا هيجيب من حقل الwork status. من فضلك ادخل حالة العمل. تمام، تمام جدا. اخر الجروب اهو، هحط كمان واحدة اللي بعدها work status. في عندي الفون، شفت البرمجة سهلة قد ايه؟ من هنا هيجيب من حقل الفون، وبعدين من فضلك ادخل الهاتف. ادي الجروب بتاعي اخره اهو، هاجي هنا انتر واخد كمان واحد بعد الفون. الايميل ماشي، ايميل هنا هيجيب من حقل الايميل، وما ننساش التكست بتاعي اللي هو التايب بتاعه لازم يكون ايميل عشان يتاكد انه حاطط الاد. من فضلك ادخل الايميل. حلو، خلصنا. بعدها انزل بيست، بعد الايميل في عندي الادرس، هيجيب من حقل الادرس. من فضلك ادخل العنوان، وبعدين هشوف اخر الجروب اهو، انزل بيست، بعد العنوان في عندي فريلانسر، وهنا هيجيب من حقل فريلانسر، ادخل العمل الحر، وبعدين هنا اهو وهاخد بستايه. بعد العمل الحر في عند ديسكريبشن،
وهيجيب من حقل الديسكريبشن من فضلك ادخل الملاحظات او الوصف. واخر حاجة حقل الايمج اهو موجود عندي تحت. حلو جدا كده انا ظبطت الدنيا، بس في حاجة لازم اعملها. هرجع للكنترولر بتاعت الاباوت وفوق السيف اخليها ايه لو فاكرين HTTP post. حلو حلو جدا. هرجع للايديت بتاعتي اتاكد ان كل الدنيا عندي مظبوطه. هطلع فوق الاول الفورم، احنا الاكشن بتاعنا والكنترولر. حلو جدا. في حاجه تانية عايزه تتعدل؟ لا اعتقد. حلو جدا كده انا ظبطت الفورم دي تمام. طيب عايز اعمل سيف بقى، فالمفروض هروح على السي ال اس. فين اللي موجود في البي ال؟ السي ال اس الخاص بايه؟ اباوت مي. تمام انا عملت فانكشن اهي بتجيب لي جيت اول داتا، هاجي تحتها وهعمل بابليك بوليان. بابليك بوليان ايه بقى؟ اد، وهفتح القوسين دول، هاخد من جدول التي بي اباوت مي، وبعدين هاخد اوبجكت اباوت اكس مثلا وهنزل، وبعدين هقول له تراي، وهقول له طبعا احنا كنا الاول بناخد اوبجكت من الكونتكست، فدلوقتي لا هنتعامل مع الاوبجكت بتاعه اللي احنا عاملينه فوق في الكونستراكتور. فهقول له كونت واي يا كونت واي دوت اد، هتعمل اد داخل جدول، افتح القوسين دول اكبر من واصغر من تي بي اباوت مي، وهيبقى اسمك هنديله اسم اللي هو الاوبجكت اللي فوق about x عفوا وهنزل، ويا كنت دوت سيف تشينجز، وهقفل بالقوسين دول والسيمي كولن وريتيرن بترو، وبعدين كاتش هتاخد مني اكسبشن اكس ويت ريتيرن لو انه ما حفظش بفولس، في عندي غلطه فوق المفروض هو ترو. وبكده انا ظبطت السيف بتاعي. فين؟ في السي ال اس. المفروض بعد كده هروح على الكلام ده، طبعا اتشرح قبل كده بالتفصيل المهم، الاباوت كنترولر تحديدا في السيف. وهنا هقول له الاول هاخد تي بي اباوت مي، مش هيشتغل معايا لان انا مش مستخدم الموديل فوق ولا ايه؟ مش مستخدم الموديل، فهقول له يوزنج اسم البروجكت فيرست اب دوت موديل، وكمان هستخدم الدومين وهنزل كده هيقرا معايا مفيش ادنى مشكله. ادي السيف، هقول له تي بي اباوت مي، قول له انت هتاخد اباوت اكس وكان اسمه ايه. نرجع على السي ال اس اباوت اكس. حلو جدا اباوت اكس. حلو الشغل بتاعنا اف معتاد، مش هنضيف يعني زي ما انت شايف مفيش جديد. اف اي موديل ستيت دوت از فاليد لو ان ده
هتعمل ايه؟ هنستخدم هنا المفروض كنا بنستخدم اوبجكت من السي ال اس، لكن هنا انا عندي انترفيس اللي هو الاي اي اباوت. في حاجة عايزين نعملها، هنرجع لل اباوت انفو، لا فين السي ال اس اهي. انا خلصت دي، فالمفروض اخدها كده بالبوليان وحطها فين في الانترفيس، لان قلنا الشغل بتاعنا هيبقى داخل الانترفيس. وهنستش السيمي كولن وارجع للكنترولر هنا كده، هشتغل انا كل شغل على الانترفيس. فهقول له about f اللي هو ده، تمام، اسم الانترفيس يا about f. هتعمل ايه؟ هتعمل add لايه؟ لي about اللي هو الاوبجكت ده والسيمي كولم، وبعدين هات ريتيرن بريدايركت تو اكشن، وهفتح له القوسين دول. هات ريتيرن ايه؟ هيريتيرن الفورن اللي هي اسمها اباوت انفو اللي هي دي اللي معمول لها اكشن، اللي هو الجدول اللي هيعرض فيه بعد الحفظ، يعني يقول لي تمام ويعرض لي داخل الجدول. وما انساش السيمي كولن. وبعدين هقول له اباوت كنترولر او سيف، تمام، هقول له else ب ريتيرن فيو. لو انك ما حفظتش هتريتيرن ايه؟ اللي هو الاوبجكت اللي هو الاباوت اكس. كده انا حفظت. لو انا شغلت دلوقتي وحبيت احفظ هيحفظ، ولكن احنا عايزين نحفظ الصوره كمان بالمره، يعني بحيث يبقى انجزنا الوضع. طب علشان احفظ الصوره شغل المعتاد، هروح على ال www root وهضيف فولدر جديد at new folder وهسميه، او استنى اعمل له ديليت، مش عايزك تعمل الطريقه دي. الطريقه الافضل منها ان انت تروح لل www root وهتقول له open folder in a file، هيفتح معاك كده اهو. هتعمل له كده add new folder about upload، ده الفولدر اللي هيتحط فيه الصور بتاعه الاباوت مي. حلو، حلو جدا. وبعدين ايه اللي انا هعمله؟ بص تعالوا نروح للكنترولر الخاصه بيه السلايدر، وتعالوا نشوف السيف عملنا فيها ايه. بص يا سيدي، ادي السيف. انا هاخد الاول ليست من الاي 4، هاخده ده كوبي عشان نختصر الوقت بتاعنا، وهرجع على الكنترولر بتاعه الاباوت، ادي اهي، اخد الكوما واعمل له بيست. هيديني هنا ايرور زي ما احنا عملنا المحاضره اللي كنا بنحفظ فيها الصوره. هروح على السهم ده وهقول له يوزنج مايكروسوفت اس بي دوت نت كور دوت اتش تي تي بي. هتقول لي الفايل ده جه منين؟ هقول لك روح للايديت بتاعه السيف بتاعه الاباوت، هتلاقي تحت في اتنين فايل اهي، ادي فايل وادي فايل. انا هستخدم النيم في دي اللي هي دي. حلو، حلو جدا. يبقى انا كده اضفت اول حاجه. وبعدين فين السلايدر كنترولر؟ هنزل هنا استخدم فور اتش تحت اللي هي موديل. كل اللي انا هعمله شايف دي اخرها، وهاخد الفور اتش دي كلها صح كده اهو، اخدها كوبي اختصار للوقت، لان هو الكود مش هنعمل اي حاجه اللي احنا نغير اسماء. هروح لاباوت مي تحت اف موديل. لو انت رجعت هنا اهو اباوت سلايدر، هو تحت ايه؟ تحت اف موديل صح، اف موديل دوت ستيت، اف موديل ستيت دوت از فاليد، تحتها قوس هنحط تحت. هنزل وهقول له كده تعالوا بقى. الفايل هي هو الاسم، انا ما غيرتش حاجه، تمام. الباس هنا محتاج اعمل له يوزنج اي او، والدايركتري خلاص اتعرف. هنا الاويت هقول لك ليه، واكيد انتوا فاكرين. تعالوا هنا بيروح للدبليو دبليو روت وهيجيب من الابلود. لا الوضع هنا اختلف، لا في فولدر جديد اسمه ايه؟ اباوت.
رينيم كوبي، هشيل الابلود دي وهحط اسم الفولدر الجديد اللي انا شغال عليه. الايمج ده اسم الايمج، تعال نشوف الايمج في حقل قاعده البيانات اهو، كوبي وهحطه هنا بيست، وهحطه هنا بيست لانه مش كابيتال، الاي مش كابيتال. حلو الكلام، وهحطه هنا كمان بيست. هنا الاس اس الاي دي ده كان جاي منين؟ كان جاي اللي هو ده هيحل محله ده اباوت اكس، كوبي بيست. حلو الكلام، حلو جدا. طيب في عندي ايرور، فاكرين ايه كان سبب الايرور ده؟ لو انا رجعت للسلايدر كنترولر هلاقيه فوق هنا اهو، واخدين تاسك اسينك تاسك، صح؟ هو اللي هنعمله، وهنحط جواها الاي اكشن ريزلت. تعالوا نعملها، هقول له هنا اسينك تاسك، وهفتح قوسين اكبر من واصغر من، وهجيب الاي اكشن ريزلت كوبي او كات، كات مش كوبي، وبيست. بس كده، بس كده. حلو الكلام، يبقى انا كده ايه ظبطت الدنيا بتاعتي خلاص. هنا اباوت انفو تمام، مفيش عندي ادنى مشكله كده، انا سيفت الصوره. تعالوا نرجع على الجدول اباوت انفو، هلاقي عندي مفيش مكان للصوره هنا، صح؟ طيب فاكرين، هروح برضو للجدول زي ما انا قلت لك، المبرمج الشاطر يختصر وقته. ادي السلايدر وادي ماي سلايدر، هطلع فوق وهنزل هشوف الحقل بتاع الصوره انا كنت عامل فيه ايه اهو، التدهية دي كلها كوبي، وهرجع على الاباوت انفو وزي الفل، اجي هنا وبيست. هنا الاس ار سي بتاعه فورمات جاي منين؟ من الابلود. لا انت مش هتيجي من الابلود، احنا في فولدر جديد اسمه رينيم كوبي، علشان كده لازم عشان توصل للمحاضرة دي تكون مخلص المحاضرات اللي فاتت علشان ما تهش. وهنا ادهم بقت اباوت، لان الاباوت هو اللي هيجيب، فهقول له اباوت، وهشيل الايمج دي خالص لان الايمج الجديدة مش كابيتال ايمج، والهاي 50 والويدز 50. طبعا البطن ده هنشغله ان شاء الله المحاضرة اللي جاية. حلو الكلام، كلام جميل. طب لو شغلنا دلوقتي تفتكروا هيعرض وهيحفظ؟ ما تيجي في كمان اباوت انفو، في هنا في غلطه هنا الكنترولر، لا اباوت لازم تبقى انت وبتاخد كوبي بيست تتاكد من الدنيا بتاعتك كويس جدا. يلا يلا بسم الله. تمام ادمن، وبعدين هدخل على اباوت واباوت انفو. حلو، حلو جدا. لو انا قلت له اضافه بيان جديد هيديني الفورم الجديد بتاعتي. تمام، الاسم ادهم يوسف. شوف هنا، لان انا حولت الديت، لما قلت لكم لازم الديت يبقى ديت مش تكست عشان يظهر لي ده الجاليندر ده، هقول له مثلا 29 29. تعال عايز تعدل هنا قول له 29 10 سنة كام مثلا؟ 1987. بس كده بإيدك، مصري أو ايجيبشن، الورك ستيتس ديفلوبر، الفون 012 تسعات، الايميل ادهم يوسف @hotmail.com، وبعدين الادرس كايرو، وبعدين الفريلانسر افيلابل يعني متاح، وبعدين الديسكريبشن يسعدني التواصل معكم مثلا لانجاز أعمالكم في وقت قياسي. طب الصورة، تعالوا نجيب أي صورة
نجيب مثلا الصورة دي، تعالوا كده نعمل سيف ونقول بسم الله. الله يا معلم، زي الفل زي الفل. ايه رأيكم في البرمجة؟ ادي الاسم، تاريخ الميلاد، جنسية، العمل، تليفون، الايميل، العنوان، العمل الحر، وكمان الوصف، وبعدين الصورة. ما رأيكم في هذه البرمجة؟ يعني حاجة بسيطة زي ما انت شايف، ما خدتش معانا وقت حتى. التركيز بس هو اللي يخليك رائع في البرمجة. المحاضرة اللي جاية ان شاء الله هنعمل الايديت والحذف، وان شاء الله لو لقينا وقت كمان نعرض داخل الموقع، يبقى خلصنا من البارتيشن ده كمان. اشوفكم ان شاء الله المحاضرة اللي جاية.